كابتن اسامه، شفت المباراه ازاي في ظل الكلام اللي حضراتكم قلتوه ما قبل المباراه؟ حضراتكم قلتوا ان هي تقسيمه بس رسميه. شفتوا المباراه ازاي؟ يعني الحمد لله كنا يعني متاكدين ان النادي الاهلي هيصعد من دور ال 64. الدور الاهلي كنا عايزين نطلع باكبر مكاسب من هذا الدور. يعني هو كان اشراك اللاعبين الجدد وادخالهم داخل الفريق، عمليه الانسجام، انك انت لازم تستفيد بيهم في الوقت القريب. انت عندك مباراه دور ال 32 في بطوله افريقيا، وعندك مباراه بالمناسبه هي مع احد الفريقين سواء كانوا سبورت من غينيا، فاز في مباراته الاولى على ميكيل كينيما من اثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، والمباراه الثانيه الفائز منها من هذه المباراه سيلاقي النادي الاهلي في دور ال 32. فكانت الحسابات انك انت ازاي تشرك اللعيبه دي وتستفيد منها، والفرصه زي ما كان بلال بيقول دي افضل فرصه انك تشرك اللاعبين الجدد في هذه المباراه. محمود متولي ما شاء الله النهارده ظهر بشكل مميز جدا، رغم هقول لك سهوله المباراه، لكن عجبني حاله التركيز وحاله الاصرار من اول دقيقه لاخر دقيقه. اللعيبه انت ممكن كسبان اربعه وخمسه، لا انت عايز تزود الاهداف. النهارده النادي الاهلي ومعاك الدكتور احمد ثابت ملك الارقام، النهارده بيكتب رقم جديد في تاريخ الأندية المصرية، أكبر نادي يفوز بعدد من الأهداف النهاردة 9-0، وهو هيأكد لك الكلام ده، فده رقم جديد سجله النادي الأهلي. ده مكسب أيضا من المكاسب الأخرى اللي كتبت في التاريخ. النهاردة محمود متولي مكسب كبير للنادي الأهلي. عجبني فيه النهاردة توقعه دايما، تحس إن واحد حافظ المكان بتاع المساك دوت. طبعا النهاردة في إصابة رامي ربيعة، إن شاء الله نتمنى تكون إصابة خفيفة، يعني ما يغيبش فترة طويلة ويكون موجود في الملعب. محمود وحيد النهارده ما شاء الله هاي. هنتكلم عن كل واحد فيهم يا اسامه، ولكن بشكل عام المباراه يعني زي ما انت قلت فيها مكاسب كثيره جدا. المكاسب زي ما بقول لك هي اشراك اللاعبين الجدد، انسجام اللعيبه كلها، الصفقات اللي ابرمها النادي الاهلي دخلت النهارده في هذه المباراه، وده افضل توقيت ليها. عاجبني حاجه مهمه جدا، ايوه، اتمنى من المدير الفني اللي جاي، ما كانتش موجوده خلال الفتره اللي فاتت، هي روح التنافس ما بين الفريق. دايما طول ما عندك مدير فني وجهاز فني بيعمل دايما تنافس في الفريق. كابتن شريف، انا النهارده محمد مجدي قفشه وزوره النهارده والمستوى الرائع اللي بيأدي بيه، لا ده صالح جمعه هيبقى قلقان 1000 مره على مكانه. برافو عليك. وانت قلت، انت اشرت انت وكابتن بلال وكابتن شريف قبل المباراه لهذا الموضوع، ان ممكن جدا جدا تبقى التسخين، احنا بنسميها التسخين، تسخين اللعيب اللي بيلعب دايما او اللي له فرصه اكبر من ان هو يلعب بلعيب اخر ممكن في اي وقت يلعب. مفيش واحد هيركن دلوقتي، خلاص انت عندك التمرينه زي المباراه، وده خلي بالك كله بيرجع لصالح الفريق لما النهارده يبقى عندك الناس كلها جاهزه. يعني محمود وحيد وكنا بنتكلم عنه، علي معلول افضل لاعب في مصر، يعني ما تقدرش تقعد علي معلول، لكن النهارده يبقى واحد عندك ده لاعب الدوري المصري بنفس يعني الكفاءه بتاعت علي معلول، يبقى ده مكسب كبير جدا. محمود وحيد وغيره زي ما بقول لك، صلاح محسن، يعني لسه هنتكلم في التفاصيل، لكن اللي عاجبني انه يبقى في روح تنافسيه بين الفريق في كل المراكز، ده بيرجع في الاول وفي الاخر لصالح طبعا الفريق.